في متابعة على مستوى الجهة اليسرى، سدد دون تردد. هذا هو مونياين، هذا هو اللاعب الأول لنادي أتلتيك بلباو، وأجواء هستيرية بمدرجات الصماميس. هذه الإعادة سوء التقدير في إبعاد الكرة، تصل لمونياين دون تردد بكل هدوء. أساسيا في المباراة السابقة أمام نادي الإسبانيول، لكن هنا بصمة كانت حاضرة لتمنح الهدف الثاني لمصلحة الأتلتيك في أجواء احتفالية. الاحتفال بدأ قبل المباراة، الاحتفال بالصماميس بدأ قبل المباراة، وأكيد يطمح لمتابعة الأتلتيك يتوج باللقب رقم 24 في مساره في مركز قلب الدفاع مكان سان خوسيه، لأنه تعودنا منذ مدة طويلة أن يكون سان خوسيه جلبا إلى جلب مع أموري بيتا على مستوى المحور. إيراولا سوسايتا، يرفع كرة سوسايتا في القائم الثاني، الثالث يا يورينتي هنا من زاوية صعبة جدا، ولكن متابعة كانت بالراس ممتازة، والهدف الثالث لمصلحة أتلتيك بلباو. حان وقت الفستيفال يا أتلتيك. أوريتيتشي هو من سجل الهدف الثالث، حتى المدافعون يساهمون في الأداء وفي الأهداف. هذه كرة سوسايتا رفعها في القائم الثاني، أوريتيتشي لم يكن مراقبا، بكل هدوء بالراس وبتركيز هنا وضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس نوزيت. ثلاثة كرة لإنفانتي، تسديدة غير معقول، هدف ممكن بالفعل، هدف يوصل فيها للأدوار المتقدمة للكوبا، بينما يورينتي يتقدم من أجل الرابع، يصدر جول 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 الرابع لأتلتيك، الرابع لأتلتيك بيلباو في هذه اللحظات، وبطريقة رائعة جدا. يورينتي عودنا على التسجيل بالراس، ولكن هنا ظهرت الفنيات ليورينتي، ارفع الكرة بذكاء وفاجأ الحارس نوزيت. هنا لا يدع مجال للشك لأنصار أتلتيك بلباو بأحقية الفريق الباسكي لأن يكون حاضرا في النهائي وليبحث عن اللقب رقم 24 في تاريخه. هذه اللقطة، هذه الإعادة، يا سلام على الله يا يورينتي، يا سلام على اللمسة يورينتي. هنا جاء دورك لتسجل، جاء دورك لتسجل، وبأي طريقة؟ نعم، بطريقة لم يعودنا عليها يورينتي، ولكن هنا ظهرت لمسة الهداف. هذا هو يورينتي، سجل في لقاء الذهاب، أكدها في لقاء الإياب. بيلسا أقدم على التبديل بعد أن اطمأن تماما على مصير فريق بلباو والوصول مستحق للمباراة النهائية. من ضمن يورينتي ودي ماركوس، ممكن التسديد، كرة مرفوعة، يورينتي، جول 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 جول، الخامس يا يورينتي هو الفستيفال. نعم، يورينتي ثنائية في ظرف 5 دقائق يسجل الهدف الخامس وسط فرحة الأنصار بمتابعة على مستوى القائم الثاني، وبالراس فاجأ الحارس نوزيت. 5-1 والبقية تأتي بالربع ساعة الأخير، البقية تأتي بالربع ساعة الأخير. قلنا بأنه اليوم سنشهد حصة كبيرة من نادي الأتلتيك بالنظر إلى قيمة الأسماء، يورينتي، ماركوس، مونياين،
سوسايتا، أندر هيريرا، كل أسماء تتعلق في تشكيل نادي أتلتيك بيلباو. فريق صحيح لا يضم نجوم، ولكن ميزة هذا النادي هداف ميرانديس يسعى للتنفيذ إلى جانب مونيتا. إنفانتي ومونيتا، مونيتا من يسدد، والمتابعة، الهدف الثاني العام، هدف ثاني لمصلحة ميرانديس، هدف ثاني لمصلحة ميرانديس قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. يحسب لهذا الفريق أنه لم ينزل يديه، بلانكو كالعادة دائما حاضر. بلانكو يعيد نفس السيناريو، الهدف الأول هذا ومونيتا، والمتابعة من بلانكو قلب دفاع ميرانديس الذي يسجل الهدف الثاني. إذن 5-2، 5-2 لمصلحة أتلتيك بيلباو. 7 أهداف كاملة شاهدناها في هذه المباراة، وفي المجموع 7 مقابل